بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. سؤال اليوم 22 من شهر رمضان المبارك: يكره للصائم فيما ذكر العلماء ملامسة الزوجة وتقبيلها، ملامسة الزوجة وتقبيلها ومداعبتها إذا كان واثقا من نفسه بعدم الإنزال. شخص يقول أنا واثق من نفسي بعدم الإنزال، حتى إذا وصلت يم زوجتي لامستها داعبتها واثق من نفسي بعدم حصول الإنزال، نقول له أيضا يكره لك ذلك حتى مع الوثوق. طبعا إذا كان قاصدا كما ينص سماحة، وإذا قصد الإنزال كان ممن قصد المفطر، بالتالي يترتب عليه حكم القضاء من دون كفارة. وكذلك يكره للصائم دخول الحمام إذا خشي الضعف، إذا خشي الضعف على نفسه يكره له دخول الحمام. وكذلك يكره إخراج الدم المضعف أو المضعف، إخراج الدم مثلا حجامة أو مشاكل غيره من الأمور، إخراج الدم مكروه للصائم. وكذلك شم كل نبت طيب الريح، لابد أن نفرق ما بين العطر، هاي العطور المتعارفة التي هي في الروايات تحفة الصائمين، وما بين شم نبت طيب الريح وهذا أيضا مكروه. مكروه قال: وشم كل نبت طيب الريح مكروه، والاحتقان بالجامد مكروه، يعني الحقن بالجامد باعتبار أن الحقن بالمائع من المفطرات. وقلع الضرس مكروه، يكره قلع الضرس في نهار شهر رمضان حتى وإن كان متيقنا من عدم دخول الماء. وقلع الضرس مكروه، والسواك بالعود الرطب أيضا مكروه، والمضمضة عبثا، الإنسان يدخل الماء في الفم يتمضمض عبثا، التمضمض لابد أن يكون ملحوقا بماذا؟ ملحوقا بالبصاق حتى يخلص من هذا الماء، ولكن عبثا التمضمض عبثا من دون أن يراعي هذه المسألة هذا مكروه، التمضمض عبثا مكروه. وإنشاد الشعر في إلا في مراثي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أيضا يعتبر من الأمور المكروهة. أسأل الله أن يرحمنا برحمته ويتقبل صيامنا وأعمالنا ببركة محمد وآل محمد.